القضية وكن من الشاكرين. الشاكرين. وكن الشاكر. اعبد ربك وكن من الشاكرين. بس. قل من حرم زينة الله. قل من حرم زينة الله. ولكن الشكر من جنس النعمة. أنا عندي طعام. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. نعم. ومن يعني. وفضل ظاهر وفضل عين. يعني تأتي علينا أيام الشتاء القادمة. وأولادنا من آثار زلزال باكستان لا يجدوا ما يغطيهم. أين نحن؟ لماذا ينام أبناؤنا وقد تغطوا بالأغطية وهؤلاء ينامون في العراء؟ الله أحن عليهم منه. لا 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 لا. إن لم يرحم بعضنا بعضا لن يرحمنا رب السماء. لا. الله يرحمهم. هو خالقهم يرزقهم. وأنا أخوهم وأنا أبوهم. لا هذا لا. رزقي. هذا رزق. أنت لك في رزقك أن 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 تطعم من يريد أن يطعم وتكسو من يريد. وإذاك من كسى لله كساه الله ومن أطعم لله أطعمه الله. مش الناس يخرجوا من قبور أجوع ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط وأعطش ما كانوا قط. اللي عمل مصدر ماء ربنا هيكرمه، واللي عمل سبحان الله صدقة جارية ربنا هيكرمه، واللي كسى لله ربنا يكسوه، اللي غطى هؤلاء. طب لما لا يكرمهم الله ويعطيهم من فضله؟ عندهم دول أصحاب ابتلاءات وما حدث لهم قد يحدث لنا. أين الرحمة؟ المسلمين مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له. هو كلام فهو كلام. ده يقول لما تيجي البلاء عندنا نتصرف. لا 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 ده هذا مجرم. هذا مجرم. هذا هو نفسه ابتلاء. هو نفسه اللي يقول هذا هو ابتلاء. هذا ثغر كبير وثغرة كبيرة في جسد الإسلام. والله إن لم نرحم ضعفاءنا ونرحم إخواننا أهل الابتلاء. يعني نفطر وأبنائنا في 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 فلسطين يفطرون على أصوات القنابل وأصوات والاعتقالات الإسرائيلية. وسبحان الله وأبنائنا في كل مكان في أرض الله وهم مضطهدون ومهانون ومحتلون. وسبحان الله نحن نهنأ بالآخر. والله لا لا ما هكذا علمنا ديننا. ما خدمنا ديننا. تموت يعني الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب. نعم 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 لا إله إلا الله. هؤلاء يدخلون الجنة بدون حساب. الشاكرين. نعم. الشهداء. نعم. من الله ما ألحقنا بهم يا رب. يا رب. نعم. في أرض المحشر نقف مع فضيلتكم على نوعية الناس التي تجوز الصراط أو تعبد من عليه. لا الصراط ما موضوع تاني. نعم. يعني أعطيني لحظة أخذ أخشوشين أخذ شهيق الأول. الصراط موضوع آخر. نأخذ فصل. لا لا فصل أخير. هذه حقائق. نعم. قاسي يا شيخ. يا فطرة الجبار يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم على يمين الصراط. على يمين الصراط. آه. العرش أين هذا؟ نعم. العرش. العرش تجاه الصراط. في الجهة الأخرى. الله يعني هكذا يقال. ويعني. لا, لا 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 اعلم كيف اصيغ الصغير ولكن الوصف الطبيعي للارض الجغرافيا ستكون كيف فيما قرات وفيما لا. اتعلمت وفيما لا. علمني علمائي رحمه الله عليهم رحمه الله تلميذ مبارك فضيله الشيخ نسال الله لك ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اقف على يمين العرش على يمين الصراط تجاه النار والخليل على يساره تجاه الجنة. قال ولما لا تكون أنت أمام تجاه الجنة يا رسول الله؟ قال كيما أرى الذاهبين من أمتي إلى النار فأشفع لهم عند ربي. يا إلى هذه الدرجة وصل به بنا حنانه على الصلاة والسلام. واقف ومترقب كل واحد من أمته يعرفه. عرفه. القنطرة أو الجسر قال صلى الله عليه وسلم أحد من سيف أحدكم الشعرة أرفع أحد من سيف شوف السكين أحد من سيف أحدكم تحته النار بدركاتها تحت الصراط تحت الصراط هو جسر إذن هو مضروب فوق النار جسر جسر يعني إخواننا في بلادي يقول لك كبري جسر نعم جسر جهنم بدركاتها تحت النار بدركاتها نعم. من أول جهنم للدرك الأسفل تحت الصراط نعم. ولكن النار مش حمراء النار سوداء 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 فلما يبدأ العبد يجوز على الصراط لا يرى شيء لا يرى شيئا معتم معتم دخل في دور العتمة لا يضيء له لا يضيء له إلا إيمانه إيمان العمل في الدنيا
يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم. مش كلام ربنا بشراكم؟ مش كلام ربنا سبحان الله؟ لأنظرونا نقتبس من نوركم ها فضرب بينهم ايه بسور من باطن الرحمة ومن قبل العذاب سبحان الله. وهو بدأ يجوز العبد يأتيه من فضل الله نور إيمانه الذي رصيده نعم عمله طب. فيقول صلى الله عليه وسلم المارون على الصراط ثلاث أنواع ناج ومخدوش ومكردس. ناج ناجي يعبر مخدوش مخدوش يعني عليه بعض الذنوب كيف يخدش ومشي على الصراط. يقول صلى الله عليه وسلم على الصراط كلاليب كشوك السعدان شوك بينبت في الجزيرة العربية تأكل تعافه الإبل شوك نعم زي نشوف انت الصبار والأشوات. الكلاليب دي والخطاطيف دي كل خطاف وكلهم مختص بذنب من الذنوب فإن كنت من أصحابه التقطك. هي كلاليب كثيرة كلاليب طبعا من كل الذنوب غيبة نميمة خوف أعراض حسد حقد ضغينة ظلم كل ذنب له كلوب خاص بي يشمه يشمه يجيبه يخطفه. فإن كان ذنبه قليل وحسناته كثيرة الكلاليب تخدشه تخدشه فيقوم ويكبه كل ما يخدش يقع تقيم حسناته أول ما يقع تظلم لأن عمله قليل لا إله إلا الله فيظلم إيمانه أو يظلم النور فيقع فيقف يتوقف ما كلما أضاء لهم ما شافوا فيه إذا أظلم عليهم قام يتوقف فينتظر يضيء له إيمانه شوية يصطاد كدوب آخر وخطاف آخر. فقال صلى الله عليه وسلم فمنهم من يحبو على الصراط يحبو يعني سبحان الله عمله كان ضعيف في الدنيا لكنها يعني قال فإذا وصل إلى البر الثاني قال الحمد لله لقد أعطاني ما لم يعطي أحد من العالمين. يا الله مر ال- 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 الصراط وهذه الكلاليب معذرتك نعم مر ومخدوش مكردس مكردس ده خلاص ده مكردس ده يقع خلاص تتخط أعمال سيئة يسقط نور يسقط والعياذ بالله في دركتها التي في والعياذ بالله لا يحق لها. سبحان منكم من يمر عليه مر الدجاجة سورة الفرخة نعم على قدر على قدر عمله في الدنيا ومن يمر عليه مرور النعجة أو الخروف ومنكم من يمر عليه فروس مرور الفرس المدمر. يا ما شاء الله الله أكبر. وبعدين نوره على قدر إيمانه منهم من نوره على قدر إبهام إصبعه يخبو ويضيء. شوف إصبع رجله الكبير هذا أو الصغير في نور لمبة بسيط النور بسيط على قدر كان إيمانه يخبو مرة يضيء مرة لكن كان بيعبد ربنا في رمضان وينسى بعد رمضان على حرف يعبد ربنا في الأزمات وفي الفرح ما يعبد فيخبو إذا أظلم توقف وتتخطفه الكلاليب وتخدشه وإذا مر سبحان الله إذا ضاء مر سبحان الله. وهذه السرعات ومنهم من يمر عليه كالريح المرسلة الله ومنهم من تناديه النار يا مؤمن أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غطى على ناري. الله أكبر ما شاء الله هم درجات عند الله ونعم بالله. ومنهم من تناديه النار يا مؤمن أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غطى على ناس إزاي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم لكن نأتي للمشكلة الكبيرة الصراط عليه قناطر. كيف قنطرة عن فوق الصراط كبرياء حواجز نعم سبع قناطر. الأولى قنطرة التوحيد يعني يوقف العبد ليرى كم كان توحيده لله عز وجل. يوقف كنا في أرض المحشر لا يوقف لسه ما خلصت المسألة لا إله إلا الله لا لم تنتهي القضية كثير لا والله سبحان الله هذا يوم الفصل هذا لا تظلم نفس شيئا
ليك حسنات. وهذا كان يصنع بأرض المحشر. لا أمام الناس. تعال أنت لسه لما تنقى من الكل. فإن رؤية توحيده خالصا مر، وإن كان في توحيده دخن أو دخل أو شرك أو رياء سقط. يا الله طبعا. يا ربي من البداية. من البداية. فإن مر من قنطرة التوحيد دخل على قنطرة الصلاة. لا قنطرة خاصة. طبعا. أساس لا. الدين عماد الدين. عالة. هل كان يصلي أم لا يصلي؟ وضوءها وركوعها وسجودها ثمرتها. فين الصلاة؟ هل كان يصلي لله أم كان يصلي رياء؟ صلاته ماذا أثمرت؟ لا. طيب. فإن وجدت كاملة مر يأتي قنطرة الزكاة. نعم. يوقف عندها ويحاوى ونفس القضية. ألم يكوى؟ على استماع. وتنتهي القضية. لا 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 لا. مثلا سبحان الله. لا إله. وبعدين وبعدين قنطرة الصيام. الصيام. ثم قنطرة الحج. لمن استطاع. ثم تأتي قنطرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف كان يأمر؟ كيف كان ينهى؟ ثم تأتي الكارثة الأساسية. وهي؟ قنطرة المظالم. سلم يا رب. للمظالم قنطرة. المظالم قنطرة. لا تظلم نفس شيئا إن كان مثقال يعني حبة أو ذرة من إيمان أو من دين أو من خير أو من حسنة، يعني الله عز وجل يعني أتينا بها وكفى بنا حاسبين. شوف وكفى بنا حاسبين. ربنا بيعد إنما نعد لهم عدة، بيعد علينا الأنفاس والكلمات. يعني جزا الله خيرا اللي قال انا البرنامج اصبح يخليني افكر قبل ان اتكلم.